بحثت وزيره الصحه والسكان هلا زايد مع سفير دوله كوريا الجنوبيه لدى مصر هونج جين ووك سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي كما تناول الاجتماع تعاون في مواجهه فيروس كورونا وتوفير اللقاحات وتبادل الخبرات في مجال تصنيع المستحضرات الحيويه واكدت وزيره الصحه اهميه التعاون مع الشركات بدوله كوريا الجنوبيه لنقل تكنولوجيا التصنيع في مجال الادويه واللقاحات والاجهزه الطبيه الى الشركات الوطنيه فضلا عن تعظيم فرص الاستثمار للشركات الجنوب كوريه بمصر